الزرقاء مدينتي وإليها أنتمي، شعار لحملة توعوية أقيمت برعاية محافظة الزرقاء الدكتور رائد العدوان، وبالتعاون مع مديرية البيئة للمحافظة، التي قامت على توزيع أكياس على المركبات للحد من إلقاء النفايات من نوافذ السيارات، والتي ابتدأت من ساحة المحافظة بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة إنعام جودة، موجهة الشكر لجميع من قام على هذه الحملة. وبعدها تم التوجه لتوزيع الأكياس على حافلات النقل العامة والخاصة. الحملة انطلاقاً من استراتيجية وزارة البيئة، واللي من أحد أهدافها رفع الوعي العام ونشر في رفع الوعي العام في مجال حماية البيئة ونشر الثقافة البيئية. حملتنا اليوم هدفها تحديداً الحد من ظاهرة إلقاء النفايات من نوافذ السيارات، وكذلك تعظيم قيم الولاء والانتماء لدى المشاركين والمسؤولية المجتمعية وتشجيع على العمل التطوعي. وتأتي هذه الحملة لرفع الوعي العام لدى سائقي الحافلات والسيارات وللتخفيف من هذه الظاهرة. الحملة لغايات توزيع أكياس النفايات بمبادرة طيبة من مديرية بيئة الزرقاء، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة لغايات وضع خطط تنفيذية في مجال التوعية البيئية لسائقي السيارات للحد من ظاهرة تؤرق المجتمع الأردني وتؤرق البيئة في الأردن، وذلك من خلال وضع ضمانات أو وضع إمكانيات مادية لسائقي السيارات بحيث يستطيعوا جمع النفايات فيها وعدم إلقائها إلقاء النفايات من السيارات أثناء سيرها، وذلك للحفاظ على بيئة ونظافة الطرق في المحافظة. فالحفاظ على البيئة واجب وطني على كل الأردنيين، وإن التعاون في مجال النظافة العامة وإزالة المخلفات واحترام الطريق ونظافته أمر ضروري من أجل مدينة عصرية ونموذجية. دعاء الخليل.